تسعة. ايه 34 عادة ما تسع. لعب الجيمات كلها مستوى ثامن مثلا، عادي عادي ما تفرق. العاد القن حق التي 34 قن مستوى 10، زمان كان اذكر اصلا الدبابة نفسها كانت مستوى 9 بعدين نزلوها. 34 ايه كانت يعني انك تشتريها بالفضة مو بريميوم، كانت مستوى 9، القن حقه مستوى 10 بعدين نزلوها الحين بريميوم. القلب مستوى 10. هو ايه الظاهر الحين مستوى 10، يدمج على حسب الارمر 450 على شيء دمجت فيه انا، على حسب الارمر اللي ضدك. بس مشكلة في حاجة واحدة، جرح ضعيف كان اول هي بلش اصلا الحين. وش شلون اقول لك، هذا ما هي دبابة مواجهة، هذه دبابة سبورت دعم تلعب فيها من بعيد، ما تدخل ايه فيها في المعارك، إذا دخلت فيها المعارك تجيب لنفسك عيد سنايبر يعني، عرفت؟ لأن القن حقها رهيب. ايه على اليمين، على اليمين شوف المنوب هذول، هذول يكشفون كلهم منه. قفل ما في غلط يروح هناك هو وخوي، ذا فضل ميديم هم اللي يروح، المشكلة ميديم حقنا انفرش. هم اهم شيء يجمعوا بس ما يفكروا. لا لا المشكلة خايف من الارض، انا ارض الباب واحد وخلاص اودي. ايش شوف انا في واحد تمشى ابلع. لا 700 700 لا وين انا فوق. 700، هم ضربوه وانا كملت. ايه 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 انا بغيت اتاكد انه ما يروح يعني، اصلا بقى في دمه 200 وشلتها، بس خوينا كبرتو. ذا قاعد ينضرب. اوه جو كلهم انا داخلين انا طيارة، انا في جيش انا. خلهم يجون، ما فينا نستنى، الله يستر من الارتي. بس ارجع يوسف، ارجع يوسف طاح فيه والله. دقيقة دقيقة ما اشوف الاخر. ارت انت ترى لا ارت واحد. الله يستر منه، بس شايفين الارتيات اوه لعب تايجر فيه، صح. لعب فيه الارتيات عليه ضربة واحدة وخلاص. والله هذا خصوصا ان ضدنا ذا بضربة يشيلني. ارجع ارجع شوي ارجع ارجع. ما ادري هو لوحده ولا كيف. اي سي 3 لا معاه 110 اذا ما خاب ظني. ما في حد كشفته قاعد. انت ارجع ارجع يوسف. انت راحت خلاص راحت. يلا أخو ابلع احسن. انا خلاص الحين في سنايبرات. انا طاح دمجي دمج خلاص. مثل الرهم هذا، انا اخاف من الرهم ذا. ايوه دمج ارمر ابلع. البنج عندي 200. لا مكشف. خليك لا سنايبر فيه. اشو هذا ما يبغاني الظاهر، يبغى اللي وراه هذا. هذا انا عيني على ذا. ايوه يا اختي تكذيبه. دحين شوف يا اختي. لا ارمر يا وادي هو يا ارمر يا زنزير. ضربت لا ارتي بس ما ادري ايش السالفه. اوه ام عاد منين طلع ذا؟ هوه اتفقنا، 110 110 ترى حولك. في ناس. انا انحشرت، انا زيك. انا في ناس مختفي. انا طيب هذا شنو هذا؟ ارمر. والله جالس لف يمين يسار يمين يسار خاف من ارضي. انا انحشرت. ايه اوكي لا كفو والله بدع. ايه بنستناهم لين يبدعون يفكون امنا، لان انا 4 ضدنا. في واحد هنا مختفي اظن. انت جبته؟ لا ما حد رأيه. ما يقدر يهجم اللوي ذا.
ايوه هذا اللي كنت ابغاه. في 10 يا ماركات شيخ طلع ما عندك كذا. سبقني. لوي لوي. اضطريت اضطريت اخذ الضربة ذي، والله شو اسوي يعني. ياخذ الباب الصغير ذا جاي دمج فيه اللي هنا. ولو ذا الحين بكم علي. هذا التاجر تو ما ادري شو وضع امه. تقتل هنا؟ لا 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 انا لا اطرح ثاني. فزع فزع حلوين. والله ما انت برا برا. ما مالك الرام بعيد انا. او دمجت باقي ضربة واحد كمل عليه. عنده هنا مستوى 9 ندركه هذا. خلاص الدم ضعيف عندي. هذا مرة مرة ابغى مزابل الصخرة ذي. تأخرت في الرجعة. اوه طبع على خوينا التاجر تو. والله عندك عالم هنا. الباقيين كلهم هنا. الحين بقي ارضي كذا. في واحد راك 110 وين يسوي؟ هلكنا ذا 110. 110 وين هجول. مرة كان هنا مرة جاء هنا. هذا وصل جب جب جبته. 110 جيب جيب 110 والارتي ذا لا ايش جاب اهله ذا هنا 10 زبل جبت 110 انا نوب شوف الغبي ذا الاسري تاركني ورايح وين رايح على ايش لدمه كامل والله الارتي بس لا اشوى راح راح خلاص مين عشرة عندك؟ وقف وقف كاب وقف كاب وقف كاب واحد في كاب هنا ما ادري اصلخهم ولا ايش يا اخي وقف الكاب ايش ذا من ذا اللي تلقى ما ينقص ما ينقص الكاب ما ينقص بالعكس تجيك ريبورت على كبر جبهتك دمج في الدقيقة الأخيرة يا اخي حرام عليهم والله يا اخي نبي ندمج يا اخي 1350 الشهر كفو خلص المهمة الثانية المهمة اللي بعدها طبعا توني ابدا بالمهمات انا وسام حلو كم دمجت انا ثاني على واحد بدمج بعد الكونكر عندنا ما ادري هاي شوف ال 75 كم دم شوف اللوفا جاك دل ما شاء الله الفعل طيب هوتو هوتو ريدي